للحديث أكثر عن قصة تنحي هاري وميغان وتبعاتها والجدل حول أسبابها ينضم إلينا من لندن نيل شون، الصحفي مختص في الشؤون الملكية والمشاهير. أهلا فيك معنا. هل نقدر نقول أنه فعلا الملكة أو الملكة رضخت لرغبة هاري وميغان؟ سؤال عظيم ورائع. فعلا هنالك جدل، ربما تقول افعل ما شئتم، و كلماتها كانت ذكية جدا، فقالت هاري وميغان لم تذكر الدوق والدوقة، فلا نعرف ان كانا سيحافظان على لقبيهما. وهنالك مشكله اخرى نسمع عنها في لندن والمملكه المتحده، هي الاسلوب السيء والذي عمل به، وليس فقط من قبل الملكه ولكن باسلوب جاف والقاء اللوم بشكل كامل على ميغان. لو ارادت ان تدعم زوجها وان تؤمن قبول جدا من الملكه، لماذا سافرت الى كندا واخذت الطفل معها؟ لا سبب لجودها هناك، فقط قضت عطله 6 أسابيع. فبكل بساطة كان بإمكانها أن تكون حاضرة وتعرف أن ردة الفعل بشكل رئيسي السبب هو سببها. نعم، طيب أنت الآن بتلوم ميغان في هذا الموضوع، وهذا الأمر يعني يبدو منتشر سواء في الصحافة البريطانية أو حتى على مواقع التواصل يعني عالميا، الكل جالس بيقول أنه هو شخصية ضعيفة وهي من تقوده، وهم في السابق ذكروا أنهم يتعرضوا لتنمر إعلامي. اليوم بعد هذا القرار اللي بيقولوا أنه أخذوه علشان يبعدوا عن هذا النوع من التنمر، التنمر أصبح أكثر، هل فعلا نقدر نقول أنهم حينجحوا في التخلص من هذا التنمر بهذه الخطوة بالتخلي عن مهامهم الملكية، أم أنه الأمر سيستمر الإعلام لا يحبها؟ اسمح لي أن أقول لك، أنا أعمل في الإعلام في كل يوم هنا في المملكة المتحدة، لا أرى أي أدلة للتنمر. ما شهدته هو امرأة كانت تعرف تماما ما ستنخرط فيه مع العائلة المالكة، وعلينا أن لا ننسى ميغان تحب أن تفعل الأشياء التي تعجبها، فليس لها أي رغبة بلقاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مثلا خلال زيارتين إلى لندن، ولكنها تمكن من أخذ إجازة لمدة 6 أسابيع لحضور حدث آخر. لم أرى ميغان على أنها من العائلة المالكة الذين يعملون ولا تصافح الأشخاص مثلا يوم الأربعاء، هذا ليس أسلوبها. مثلا عرض فيلم The Lion King حضرت إليه، وحتى خلال سفرهم إلى أفريقيا خلال الفيلم الوثائقي حول الأمر كله عنهما وعن صعوبة حياتهما. أنت تعيشين في قصر ولديك الخدم وزوج وسيم، ما الذي تريدينه أكثر من ذلك؟ طب أستاذ نيل، يعني في فرق بصراحة بين التغطية الإعلامية الأمريكية والبريطانية فيما يخص هاري وميغان. في الإعلام الأمريكي هناك احتفاء بالزوجين، في النظر لهما أنهم يعني زوجين وقصة حب وما إلى ذلك. الصحافة البريطانية لا، بتنتقدهم بشكل أكثر. هل تعتقد أنه هذا له دور في رغبتهم أنهم مثلا يقضوا شهور طويلة من السنة في أمريكا، ويبدو راحتها هي أكثر أنها تكون في أمريكا؟ لا شك أنها تشعر براحة العيش في أمريكا، فهي تأتي من هناك، ولكن عندما تنخرط وتتزوج فرد من العائلة المالكة نحن ندفع كل شيء لك فنتوقع شيئا بالمقابل. كان لديهم عرس جميل جدا قبل 18 شهرا في وينزر، ولكن مباشرة بعد ذلك حصل خلاف مع الإعلام في شهر مايو مثلا بعد ولادة آرشي. نحن في الإعلام عادة نسمح لنا بحضور هذا الحدث الكبير، كيت دوقة كامبريدج سمحت بذلك 3 مرات، و كان الزوجان تعدى كثيرا على الإعلام، وهاري ما كان يستعد ذلك عن الإعلام، ولكن تغير كل شيء بعد زواجه. كل الرجال يتغيرون بعد الزواج، وهذا نحن نعرفه جيدا، ولكن الخلاصة هي أنها أن يكون مثل المشاهير وليس من العائلات الملكية، ولكن هذا هو جزء من أدائها وأداء العائلة المالكة البريطانية.
طيب كمان سمعنا في الأيام الماضية عن الخبر أنها شاركت بصوتها في أحد أفلام ديزني، واعتبروا الناس أنه هذا زي يعني علامة لما تريد أن تفعله في المستقبل، هي تريد أن تعود إلى مثلا عالم التمثيل، هي تريد أن تكون خلينا نقول نجمة أو سيلبرتي كما يعرف باللغة الإنجليزية. كيف كانت ردة الفعل على مشاركتها في فيلم ديزني؟ الأمر المثير في هذه الحادثة، أنا التقيت ميغان قبل أن نتزوج بهاري، هي جميلة جدا وليست الممثلة المميزة والبارعة وليست من ممثلات الأوسكار كما يقال، ولكن يجب أن نتابع حياتها، فقد تخلت عن الكثير من الأشخاص لتصل معها وصلت إليه، قد يكون هذا الانتقاد اللاذع ولكن هذه الحقيقة. فربما تطلب من هاري أن يطلب من ديزني اللي أعطاها وظيفة، وستقول هي أنا لم أطلب ولكني حصلت على هذه الوظيفة، فهو أسلوب ذكي منها. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة، وبالتأكيد أكيد لنا عودة لهذا الموضوع عندما تصدر القرارات النهائية. كان معنا من لندن نيل شون، صحفي مختص في الشؤون الملكية والمشاهير.